من جمع علماء الكرام أهلا سهلا نرحب رحبا الغرام من أعماق فؤادي بكم أهل الرشاد من أعماق فؤادي بكم أهل الرشاد جاء الهنا في قلبنا من هذا المنظر هذا المنظر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله جامعة قادسية الإسلامية جاوز منا 20 سنة مع كل الهنا مفتي ديار الهند علينا لاحها هنا مفتتحا لجامع قادسية الكبير نرحبكم بسروري يا ذا الفضل النوري نرحبكم بسروري يا ذا الفضل النوري رب الورى أعطى الحمى من أيدي العداوة أيدي العداوة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله رئيس علماء أهل السنة بحر العلوم شيخ نيس سليمان الأستاذ الكريم بدر السادات إبراهيم خليل البخاري والسيد زين للعابدين البافقي نرحبكم بسروري شرفنا بحضوري نرحبكم بسروري شرفنا بحضوري أعمارهم رحماننا طول علينا طول علينا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله رئيس هذه القادسية ذات الصلاح السيد بيسكبوك يا ذي الفلاح هذا المعهد فخر الدين في كل حين صيت شعب كل مكان من محاسن نرحبكم بسنائي رهبا ألف منائي نرحبكم بسنائي رهبا ألف منائي فاق العلا نار الفلاح من عون الشيوخ عين الشيوخ صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله باني هذا المعهد السيد الترابي محمد سند ثقافينا لكل الفخار والأستاذ أحمد كتيك كالماهر والسادات من جمال الليل الزاهر نرحبكم يا علماء قد نالوا إكراما نرحبكم يا علماء قد نالوا إكراما في سعي
رب العلي صب القبولا صب القبولا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أيضا نرحب علماء والأمراء الكرام وكذا سي محمد الفيض صافي الجنان والأحسان عبد الناصر أهل الصلاح وكذا الأزهر عبد للحكيم المخلص صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله.